Mr. Speaker, I've never put the justification for action as regime change. We have to act within the terms set out in Resolution 1441, that is our legal base. But it is the reason why I say frankly that if we do act, we should do so with a clear conscience and a strong heart. يعني توني بلير شخص دخل للعراق بعد الاحتلال بعد الاحتلال الامريكي الغاشم الى العراق يعني هدفا انه يقضون على صدام حسين وتخلص العراق من الازمه المربيه لكن هو شنو ما قدم اي فائده للعراقيين ولا قدم اي يعني اي فائده للشعب العراقي كانه لو باقين على صدام حسين احسن لنا لانه يعني بعد هو دخل الى العراق وبعد هو احتلال والاحتلال اذا دخل يخرب لا لاجل تعمير البلاد اللي يدخل أنا قلت سابقا لا نثق بأساس الأمريكان بشكل عام والبريطانيين وغيرهم يعني في الحقيقة التحرير للعراق كان بسبب الدماء وبسبب التضحيات التي قدمها العراقيون جاءوا لتحقيق مصالحهم وجاءوا لتحقيق السياسات التي رسموها لكن نتيجتها كان عامل مساعد لتحرير العراق من صدام Tony Blair is not good man. She's not thinking about Iraqi people. She's thinking about America only. Yes. So, what is useful for America, they do. They don't do anything useful for Iraqi people and poor people. America, when she came for Iraq, it is not for us. We cannot, we don't change everything in Iraq. The electric is not okay. The water is not okay. Everything is not okay. توني بلير شخص كرئيس وزراء جيد جدا لبلاده ولكن خدم العراق ولكنه قدم اشياء للعراق لكنه احنا ما توقعنا انه تسير الامور بهذا النحو لانه الذين جاءوا من العراق ليس هم كفؤين لاداره الدوله. نعم يعني حرب ضد صدام احنا كنا جيد جدا احنا نريد واحد يخلصنا كان من النظام السابق. تعتقدون ان توني بلير مجرم الحرب؟ لا. This is good. وتعب الشعب هذا ما قدمه